السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أين هذا الشهداء يا سيدي؟ طالع. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم تقبل شهداءنا، اللهم تقبلنا، اللهم تقبلنا، اللهم اغفر الصبر والسكينة والسلوان على أبيان ودوين، اللهم افرغ الصبر والسلوان على قلب والداتهم والديهم، اللهم افرغ الصبر والسكينة والسلوان على قلوب نسائهم وأطفالهم وإخوانهم وأخواتهم، اللهم تقبلهم عندك في عليين، اللهم ارفع منزلتهم، اللهم ارفع منزلتهم، اللهم نور قبورهم، اللهم اجعلهم شفعاء لنا يا رب العالمين، اللهم اجعلهم شفعاء لنا يا الله، اللهم اجعلهم شفعاء لنا يا الله، وارض عنهم وسامحهم، اللهم ارض عنهم وسامحهم واطب بهم وتجاوز عن سيئاتهم وخطاياهم، اللهم تقبل شهداءنا جميعا وارحم امواتنا واموات المسلمين، وفرج عن الأسرى والأسيرات، واشف المرضى والمريضات يا رب العالمين، وحرر المسجد الأقصى يا رب العالمين، اللهم هيئ الأمة أمر رشد يا رب العالمين، اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يا الله، اللهم عجل بالجعلنا يا رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.